كمانان كميدا تاغير ياشا حسبيغا معارض كي وداني ايامان تا عدو دودا تاغير سي مغلوغو صوبان ديگاي بغالا مدحدا قوبل كسانيغا عير غابو واحنا تاغير ياشا نو صبحني مدي هوري ساكا ككلا يمي لاما ايا حرموهو دا اسلامار كاسينا ودوين كمغالا دا سي لغيا قاديد كو صومري اي آخر كي سوغو صوبيو شوبتين بيرتو حرية دا مغالا دا عير غابو واحنا وغورين با تاغير ياشا فغارا هاسي كلا هدلي قدوميا حسبيغا وداني قوبل كسانيغ محمد جامع حسن دادي قدوميا قد دا كامبين قبل كسناك محمد محمود عود يا ما يركدك ماذا عيرك أبو إسماعيل حاج النور يا ولي بسيدو كلا حبنا كلا بهو أنت حسب وطني إيه بين أي شيء وطني وسوب حكر وعي وطني وعد مهيو وطني ونكقول أي سنين أيانو أيانو ما هن غينا وحنود لنا غير عيرك أبو شري واحد بحي وماني والبعد عدد كذا جاي سنين ماني تيانو سما فلك سمايني وأنا سردت كي نطيرتا يدت كي نهيدين نستن وحصاب هذي إلا يدت كطيرتا معه وحسين إنسان ورمي قبطة رير عرقا وارن تاسي مي قبطة تدك كهوري من أيام وح أمبارين أيام وح كشيء جي سما فلكا رنهانتي كواسي وح جواب وأي بعدين ما شفته ومنا بحين ما تينا نقول جواب هالكن عش بيجينا لا ترتمي يا كل مية وأغر كيسان كل حنت عيي كجوري كيسان هذا لا يسير هذا وحبان في الماي مارين في هراو كان هذا البركان شيء وعن شيء لمرض وطني قبل السماء سوى شدوه صاحب بدي ويخلي بالو وعي رادين إتجار وشيء عيي رادين نين ما ويدي وين هذايا أنا يا خلي بنيدوني ترك أنا عشان الله غفران وحوقار سن ووين بيشنا قبيلة أنت وطني عريقة وقبيو هل كذي بيت هاجن تاني هل كي حرسك كذي كذي بيت هاجن تاني دي بينو دي كان مقاسين وعدينا وطني سو عدين ما ينو وحوي عد كان وطني وعين مستقبل كان وين وعدينا دليلنا سمال لان مستقبل كان وعدينا سان إن شاء الله حسب وطني مشرح المذهبين عبد الرحمن عرة وقولي سنة يا إن شاء الله حد كنا نوين سينينا وحنوبة أنا إسبدل دقة وراكسنا وحنوبة أنا يقول خير قبضة سحر بركة يا قبيالة حسب كو على مكسن سحر بركة قبيالة دكة دي بنتا قرية بنتا دادي بنتا كتا كيا عمسيناتا كيا تذكيك لقيبي ساعة ولما بلكو أوضتا قبي على دين تاي ترتنا غير كنا مجاري كنا أقوسنا قول كدا وحن قريا وضري قل إيه رادنا بمالها دوينا ونلقاتا اسمي دل كنا غيب كنا غدا وحوية بنتي يا بيل مايا بيل كلي يا وحوية وحلا يدوع عبيش المعاد قبر المعاد وقدي ما تي كلي وحلا يحل حلا gabagabadina waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Baar Saciid iyo xildhibaan Maxamed Saalax Ciig iyo waliba sidoo kale siyaasi Cabdullaahi Axmed Daamur waxay go'aan ku gaareen inay maalmaha qaar kood dadkooda u tudhaan inay maalmaha qaar kood ay dadkooda la wadaagaan dhibaatooyinka iyo deefta jirta oo ay la wadaagaan oo ay samafal bixiyaan waxay la yaab leh xalay baan tii fiiga daawanayay iyo habeen hore الدمانة هالكلها مركي دفوا مركي تدوا يم بحول قشين قار ما صدقت اللي يسكون عايشين ووحد ما رياهم أرين كأوح الله سومان اللاري يدوم خيبة يبني ديك الدين دبلي نبو مانتا عدو دارين وين موشني عد كان وين موشن دانا عد كان وين موشن دانا وحوي أني من عل هيسن أيا توا وعيا أو إسوع عادي ولا إدلا ما حيو على روال بيحة كيس شلي إسلا الدولة دي سمعارض كقوها ee kulmiyaha ayaa maanta wuxuu leeyahay dadka kulmiyo soo raaca maxaa uu ku raaca dadku kulmiyo dadku wadooyinkii ay ka sugeeyeen reer sanaag gar adag baa laga soo galay albaabka ugu horeeyso ma waxa weeye horumar la'aanta iyo dhibaatooyinka iyo dayaca ay soo wadiyabaysay sida uu xogayo ku xigeen ku sheegayay xalay ninkii garwadeenka u ahaa arinta xamar ee kulmiye heer sare maanta wuxuu joogaa Hargeysa joogaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee magaalada Ceyri Gaab oo ayaa markii ay ka soo dareereen beerta xurriyadda ee magaaladaasi waxay mar labaad gaadiid iyo lug ku mareen wadooyinka magaalada Ceyri Gaab Cabdiraxmaan Axmed Ilshar Star TV magaalada Ceyri Gaab